ده والبنات البشره والشعر وعند الرجاله كمان برضه. لا انا لسه بقول لك، انا لسه بكلم نفسي فبتقول لي هنتكلم على البشره والشعر، فقلت لها ده موضوع يعني انا مش عارف انتوا عايزين تتكلموا فيه بقى في نص ساعه. هنحاول نقول كده حاجات انا عايزك تتصوري عموما يعني حاجات عامة. هو ده اللي انا كنت لسه فعلا بالضبط بفكر فيه، ان في امور مش شرط ان احنا نتكلم عن الحاجات الطبيه، لان البشره والشعر دول جزء عضو من اعضاء الجسد الانساني. ده حقيقي. وكل الناس عندها بشره وشعر، وكل الناس عندها كل الحاجات دي ستاندرد، بس هي تتميز عن بقيه اعضاء البني ادمين الحقيقه بصفه انا لسه يعني دلوقتي جايه في بالي، انها مش بس بتخضع للعلاج وهي عيانه، ده هي بتخضع للعلاج وهي طبيعيه. وبتخضع للعلاج لان الناس بتحاول تحلي هذه الطبيعه، فبتعمل لها نوع من انواع الاختلاف، فبتحاول ترجعها لطبيعتها. بتدمرها. مش دايما تدمير. احيانا ساعات واحد يبقى محتاج ان هو يغير في شعره ويغير في لونه، زهقانين الملل. يعني تعالي انا اقول لك بصراحه يا احسن، لو وصفت لك يوم واحد بس كم الشكاوى اللي من ان الواحده طبع ان عندها مرض اصلا يعني عاديه، وبعدين جالها حساسيه من تراب، فطلع لها حساسيه في بشرتها، والحساسيه طلعت لشعرها، فعايز علاج. انا مش هتكلم عن دول، لان دول البني ادم بيبقى عارف ان هو عيب، ويا ريت يروح لاي دكتور قريب منه يقول له ايه المشكله دي، وان شاء الله الدكتور يبقى لا يعني. احنا عايزين نحافظ، ما نلجاش، عايزين نقول ازاي نحافظ ونخلي على صحه وبريق شعرنا. مش هنقول نحافظ، هنقول ان الحاجات اللي البني ادم بيعملها في جلده كلها محسوبه عليه، من اول انها تصحى من النوم ازاي، ونامت الساعه كام، وصحيت الساعه كام، وكلت كام مره في اليوم، وحطت ايه على جلدها، ومشيت في جو شكله ايه، وقعدت في شمس لاي درجه، الكلام ده مؤثر بشكل رهيب على جلدها وعلى شعرها. طب ازاي بقى نحافظ على كل الكلام ده، على نضاره الجلد؟ تعريف المحافظه مختلف. يعني تعالي مثلا امبارح ممكن تدخل لي واحده يا دكتور انا عايز افتح، وتدخل لي اللي وراها يا دكتور انا عايز اغمق، وهما الاثنين نفس اللون، وهما الاثنين مش عيانين، دي ناس عندها لون، بس دي حاسه انها هتبقى اجمل لو خدت لون اغمق. طب اللي عايزه تغمق تعمل ايه؟ تقعد في الشمس. طب واللي عايزه تفتح تعمل ايه؟ نمره واحد قبل بقى ما تقعد تقول كريم تفتيح ده ما اعرفش قيم قوي، وكريم التفتيح ده بيعمل ما اعرفش ايه، هي نمره واحد تبعد عن الشمس. والشمس هنا بقى في مصر الحقيقه هنحط عليها كلمه، بس برضو كلمه تفتيح دي يا دكتور يعني ناس كثيره فعلا تبقى عايزه تفتح وهي مش محتاجه تفتح، ممكن تضر بشرتها. exactly. وتضر نوعيه جلدها. يا ريت تقول لنا ايه يعني امتى فعلا عشان الناس تبقى راضيه عن نفسها، لان فعلا ربنا خلقنا يعني كل واحد مختلف عن الثاني، وربنا خلقنا بشكل كل واحد بشكل معين، واكيد ربنا صورنا في اجمل صوره. حلو قوي، انا موافق على الكلام ده. بس هم موافقين؟ ما هي دي احتمالات. حلو، فهنتكلم من منطلق نفسي، هنتكلم من منطلق نفسي انه يا جماعه طبعا ربنا بيخلق كل انسان بشكله، وشكله ده هو ممكن يحليه جدا جدا، انما الشمس البني ادم برضه خلينا نتكلم دي اذواق. هي البنت مثلا بتتولد عندها نطاق لوني من درجه سي 3 لدرجه 5، بتغمق لغايه 5 وبتفتح لغايه 3، هو ده رينج. يعني البني ادم ما بيتولدش بلون واحد، بيتولد بلون قابل ان هو يسمر وقابل ان هو يفتح شويه. هي عايزه ايه؟ ده اختيارها. بس هو عموما في مصر الناس بتحب الشمس، مع انهم عموما ما بيحبوش مفعول الشمس. الشمس ليها مفعولين على الجلد، اولا انها بتدي تان، او بتدي فالتان ده في ناس بتحبه وفي ناس لكن ليها اضرار كبيره جدا. ليها ضرر تاني ميجر، ان هي اولا يعني مش هنتكلم في الاضرار الطبيه، لان المصريين عندهم قدره شويه على تحمل بعد الشر مثلا سرطانات الجلد، لكن هي بتعجز الجلد. يعني احنا عندنا في الكتاب بتاع ان الجلد بيعجز او مش بيعجز، احنا بنقول انه مرتبط بعاملين، هم دول العاملين الثوابت. نمره واحد الوقت، ان الايدج تايم، اللي عنده 30 غير اللي عنده 40 غير اللي عنده 50. نمره اثنين الشمس. فحضرتك ممكن قوي انا حدي النموذج ده حتى الناس كلها تاخد بالها، وانت ماشي تلاقي ست عجوزه جدا وجلدها ليه درجه كرمشه، وانت ماشي في الزراعه مثلا ممكن تلاقي فلاح وشكله من شكله قصير في السن، ومع ذلك تلاقي جلده مكرمش زي ال 85 سنه اللي ما تعرضش للشمس، وهو كرمش في 45 سنه نظرا للتعرض للشمس. الشمس طبعا. يبقى اذا الشمس تساوي التقدم في العمر، ودي ملحوظه حتى في الاجانب اللي بيحبوا البيتشز، فبتلاحظي ان الستات اللي الفيري فيتيمنز تلاقي جلدهم خد شكل مختلف. فهنا لو احنا بنتكلم عن حمايه الجلد في العموم، وان الناس الطبيعيه عايزه تحمي نفسها من ايه؟ هي بتحمي نفسها من الشمس. بتحمي نفسها من الشمس ازاي؟ برضه الناس بتيجي دايما الناس بتسيب الموضوع الجلوبال وتبتدي تدور على التفاصيل. طب قول لي نوع كذا، هي مش حكايه نوع، هي حكايه انت عارف ان دي شمس وجايه عليك. لو لبست كاب هتحمي نفسك، لو لبست
سانجلاسز هتحمي نفسك، لو استخبيت خالص من الشمس ولو قعدت في الشمس في وقت معين برضه هتحمي نفسك من اضرار الشمس. الشمس كميتها قد ايه؟ بتحط واقي شمسي ولا مش بتحط؟ اي نوع بقى. فبيجي حد يقول لي قول لي نوع، اقول له اي نوع انت عايزه بس باستمرار وبالتزام. عارفه حضرتك زي ما تاكل اكل كويس، اي نوع بس أي باستمرار، نوع باستمرار والالتزام هو الجوهر. زي اللي عايز ياكل هياكل كل يوم، لو اكل بسيط وبياكله كل يوم فهو في حاله التزام، انما لو اكل غالي بياكله يوم او يومين لا يبقى امسح. لان بنسمع دايما دايما الافضل هي الاسماء التجاريه اللي ليها اسم معروف، وفي نفس الوقت دايما في اعتقاد الناس اللي سعره غالي هو ده اللي بيكون او ماركه عالميه هي دي بتكون افضل. انا عارف ان ده يعني ده العرف اللي كل الناس بتتكلم فيه، ده المنطق اللي كل الناس بتتكلم بيه، ومش هقدر اكدبه، بس هو انا هشبهه تشبيه اخر سهل قوي واعتقد ان هو هيقرب للناس. زي الهدوم، ان الانسان يلبس هدوم غاليه يومين في الاسبوع واليومين التانيين لازم يلبس برضه، يعني هو المفروض يلبس 7 ايام في الاسبوع هدوم غاليه رخيصه، المهم يبقى لابسها. والله اللي قادر يغليها قوي يغليها، بس مفيش فرق كبير. هو الفرق في الشياكه، الفرق في شكلها في الجلد، الفرق في ملمس، الفرق برضه في عامل حمايه ضئيل جدا، لكن ما تقولش ان انا مش هحط واقي شمسي. بس هتدي نفس المفعول يا دكتور يعني.